لا مش ندمانة. ترجعي تختاري؟ أكيد مرتين وثلاثة وأربعة، وإذا ما في جمال بلاها خلينا عند أهلي. مرحبا واضح. أنا اسمي عليا، عمري 30 سنة وبشتغل نيرس. أنا جمال بشاشة، عمري 34 سنة بشتغل بالعلوم الاجتماعية. 2008 تعرفت عليا برحلة وكنت ما كنت أعرفها كثير، وتطورت علاقتنا لصداقة ورجعنا علاقة حب ورجعنا ارتبطنا ببعض. أنا عملت حادثة بالبحر بال 2003، طقت رقبتي وصار معي شلل رباعي. النوع اللي حكى شيء نيجاتيف عني أو عن جمال أو عن علاقتنا بفوتوا من هون وبيظهروا من هون. مثلا كثير بشوف عالم كاتبين أو عم بيقولوا هيدا كيف بده يتجوز، هيدا كيف ما بيجيب أولاد. طب أنتوا على أي أساس قررتوا هيدا الشيء؟ النوع بطنش تنتعش، ما بيهمني حق حدا ابدا 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 شو ما كان. لو عم يحكي بوجهي ما بياخدوا على عقلاته وخلص، ما بيهمني. انا بخاف من شغلتين، بخاف اول شيء اخسر صحتي وبطل في انه كون ايدي واجري لجمال، هيدي كثير بتعز علي انه انا اخسر صحتي. تاني شيء بخاف منه انه انا اوعى ما الاقي جمال حد لا سمح الله يموت او يصير له شيء، انا بجن كثير يعني. هاد اثنين اكثر شيء بخاف منهم بحياتي، انا وجمال. ما توقعت هالقد ياخذ ضجه العرس صراحه، انه انا عادي انا مبسوطه عاملي عرس، مبسوطه انه انا من بعد حب شي 12 سنة أخذت يلي بحبه ومن بعد جهد جهيد يعني، وبديش كون مبسوطة هالقد. كنت طايرة بالعرس مثل ما شافوني. الله بعت لي إياها وهالفرصة ما بتتعوض يعني، حلا راحت خلص. هي فرصة بالعمر بتجي مثل ما بقولوا بتستغليها، وأنا نقيتها صح. جمال سألني ندمانة، قلت له بهني حالي إنه اخترتك شريك حياتي. لا مش ندمانة. ترجعي تختاري؟ أكيد مرتين وثلاثة وأربعة، وإذا ما في جمال بلاها خليني عند أهلي.